برعاية وزارة الثقافة أقام فريق لمة أمل التطوعي احتفالية بعنوان أكيد منقدر في المركز الثقافي العربي بأبو رمانة. برعاية مديرية تعليم الكبار وزارة الثقافة بيتم افتتاح الدورات لذوي الاحتياجات الخاصة، نحن بنشرف عليهم كمحو أمية أو تنمية ثقافية، سواء كان اكسسوارات أو أي دورة بيقوموا فيها، فتكون بالتعاون معنا وبإشرافنا ونحن بنصدر لهم الشهادات وشهادات موثقة من الوزارة ومن المحافظة. فعاليتنا اليوم عم تكون لتوزيع الشهادات لهالفئة اللي شاركونا المرحلة الماضية من التدريبات، كان في تدريب على المحو الأمية وأشغال يدوية وكثير أشغال ورسم وتلوين وهيك قصص، بتساعدهم وبتنمي من مهاراتهم وثقتهم بنفسهم وتفاعلهم مع مجتمعهم بشكل إيجابي. فعاليتنا اليوم اسمها أكيد منقدر، يلي هي فيها رح يكون في خلالها حفل فني، رح نسلم فيها شهادات للأولاد اللي اشتغلنا معهم حوالي 6 شهور من قبل. دوراتنا كانت عبارة عن حفر على الخشب، اكسسوار ورسم ومحو أمية، كمان محو الأمية أكيد ثابت نحن ما منغيره. دوراتنا دائما بتتغير بحسب نحن شو بنشوف، شو الأولاد بيحبوا، شو بدهم، شو منقدر نأمن. فعالية اليوم رح نحكي شوي عن بعض إنجازات لمة أمل بالإضافة لتوزيع شهادات لدورة الأكسسوار ودورة الحرق على الخشب. الاحتفالية الموسيقية تأتي بمناسبة انتهاء دورة التنمية الثقافية للفريق ويتخللها توزيع الشهادات على الطلاب. هاي الفعالية لمة أمل طبعا بيسعد يكون موجود بهاي الفعالية، و حابب هيك انه شارك بفقره غنائيه، وانا كثير مبسوط ب يعني بهالفعاليه الحلوه. سنه ثالثه التربيه الخاصه بجامعه دمشق، مشاركتي بالفعاليه رح بحكي عن قصه نجاحي، كيف قدرنا نحول المعاناه لقصه نجاح. اعزف اورج صار لي شيء 5 سنين 10 سنين بعزف اورج، وبتمنى اطلع عازف كبير ومايسترو، وإن شاء الله هذا يتحقق. أكيد منقدر عنوان اختصر أحلام وطموحات هؤلاء الشباب، سواء بهدف دمجهم بالمجتمع أو تطوير إمكانياتهم.